مصطفى ناصر معك يا سلام سافر عمي تحية السلام عليكم مرحبا شو اخبارك صحة مجد سعيد ها لعبة مرحبا شامة تجي تعمل وتسرد الو كيف ليش هذا الوضع؟ يلا هذا يعني هذا الأسلوب الإسرائيلي إعادة التفاوض على قضايا انتهى فيها التفاوض وعليها اتفاقات. إسرائيل من المفترض أن تنسحب إلى حدود المدينة التي تريد أن تخرج منها، يجب أن تخرج إلى الحدود التي كانت قائمة في 28/9 عام 2000 دون مفاوضات. ولذلك المفاوضات يعني هي عملية تنسيق لاستلام الأمن، أما يجب أن يخرجوا من كافة من كل شبر كان موجود، ما يسمى بمنطقة ألف ومنطقة باء، يجب أن يخرجوا منها كما كانت هي في 28/9. هي أساسية رئيسية. القضية الأولى هي موضوع الخطة، موضوع أيضا مدعوين جميعنا لكي نناقش بعمق وبشمولية. شكرا لكم. الاستيطان الإسرائيلي الذي لم يتوقف منذ بداية عملية السلام هو كلمة السر في تدمير هذه العملية في السابق والآن وسيكون كذلك في المستقبل. إذا لم توقف إسرائيل عملية الاستيطان والغول الاستيطاني الذي يبتلع الأرض الفلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار. Mal Edomim is part of Greater Jerusalem. I believe that there is no real issue about Jerusalem and the neighbors that surrounding it. So this new housing will be part of it. And I hope that it will cause no problems. Professor Fischer עשה מעשה ציוני, פעלה לישראל כדי לקדם את כלכלת ישראל. ולנושא אחר, הממשלה תאשר היום את מינויו של פרופסור סטנלי פישר בשם הממשלה כולה. אני שולח תודות לאבי דיכטר.